وانا دايما الصوت اللي بيشدني اغلب الاصوات بتكون مغربيه. المغرب مليانه فن وفيها طاقات فنيه كبيره جدا. اتمنى ان انتوا كمان تقفوا جنبهم وتدعموهم ان شاء الله. سعيد جدا بادم وسعيد جدا بمحمد وكديد كمان. محمد صوت جميل كمان، الاثنين صوتهم حلو قوي، وان شاء الله لسه هتشوفوا هيمتعوكم ان شاء الله قريب. اغنيه مغربيه ان شاء الله الاول. في مشروع لاغنيه مغربيه بس محتاج شويه مذاكره زياده انا بس عشان اللهجه تطلع مظبوطه، واكيد ان شاء الله هتكون قريب. يعني بالنسبه لي انا هبقى هتكون صعبه اكيد، مش زي ما انتم بتقولوا، او انا لما اجي اغنيها احب ان اغنيها وانتم ما تحسوش بفرق. يعني احب لما انا اكون بغني مغربي ما تحسوش ان انا مصري بيغني مغربي، تحس انه بغني مغربي زي ما انتم بتغنوا، فده اللي محتاج مذاكره. كان احمق عليكم بالزاف. مبسوطه طبعا ان ده اسرع تكريم جالي في حياتي، وان انا موجوده في بلدي الثاني المغرب. مبسوطه ان الفيلم وصل المغرب وان الجمهور المغربي ان شاء الله هيشوفه. يهمني رايكم قوي لان احنا تعبنا في الفيلم، وان شاء الله يكون على مستوى يليق بجمهور المغرب ان شاء الله. لا انا بصراحه عندي الكفتان المغربي وعملت بيه فوتوشوت، ففوتوشوت هيعيش اكتر وهتصور بيه بشكل كويس، وهتصور عند بره المسجد بتاع مسجد الحسن ان شاء الله، الملك الحسن. انا جد سعيده بتكريمي اليوم كأفضل فنانة. هذا الشيء يسعدني، خاصة أن التكريم ببلدي شيء حاجة اللي حلم أي فنان أن يتكريم، يعني لأن التكريم بالبلد كيكون عنده قيمة خاصة وإحساس خاص أنك تكرم بين أهلك وناسك بعد مجموعة من النجاحات الحمد لله اللي قدرت أنني نتوفق فيهم. ونبغي نوجه تحيه كبيره لجمهوري اللي دائما مشجعني وداعمني، واي شخص امن بصلبه رشيد من الاول، يعني من بداياتي ليومنا هذا، ويا رب لا يحشمنا ونبقوا دائما عند حسن ظنكم. زهر الباتول ان شاء الله رمضان 2020 على القناه الثانيه، هي غتكون سلسله من 4 حلقات ان شاء الله، يعني اسبوعي، مسلسل اسبوعي اللي نتمنى ان شاء الله انه ينال اعجاب الجمهور، مع انني متاكده انه سينال اعجاب الجمهور. هما احساس رائع، احساس لا يوصف، اجمل احساس في العالم. شكرا. انا ما سمعت حتى شي حاجه وما تبقاوش تيقوا اي حاجه في مواقع التواصل، هادشي اللي نقدر نقول. انا اليوم في هذه التظاهره هذه اللي من خلالها تم التكريم ديالي رفقه مجموعه من نجوم مغاربه وعرب، فاللقب اللي عطوني هو افضل اعلامي في المغرب، وهذه المساله كنتشرف بها وكنفتخر بها، وكتخليني نكون سعيد، وايضا كتعطيني مسؤوليه كبيره انني ان شاء الله نقدم منتوجات اللي تطرق الجمهور المغربي، وما نخذلش الجمهور المغربي من خلال الاعمال اللي كنقدم. فان شاء الله السنوات اللي جايه غنحاول نزيد نجتهد باش نقدم برامج المستوى، باش نقدم اعمال اللي طرق المشاهد المغربي. شكرا لكم. هذا العام كانوا نسب مشاهده كبيره في البرنامج، حققنا ولكن اكبر نسبه مشاهده ديال هذه السنه، هذه لو ريكور هو السهره ديال راس السنه اللي درناها على طريقه رشيد شو في الميم بلاطو تقريبا رشيد شو، واللي حققت تقريبا اكثر من 9 مليون مشاهده، يعني تقريبا 9 مليون مشاهده، وهذا اكبر رقم حققته انا في تاريخ المسار ديالي. فعلا كنفكر انني ندير برنامج جديد ان شاء الله، وهذه الفكره كتراودني، يمكن السنه المقبله نبدا برنامج جديد ان شاء الله توك شو، لانه كنشوف ان رشيد شو الحمد لله في كل سنه رغم اننا وصلنا للموسم السابع مازال محافظ على نسب المشاهده، فالفكره كتراودني، ويمكن ان شاء الله السنه الجايه نقدم برنامج جديد. هذا المهرجان هذا هو مهرجان كيتكرموا فيه فنانه مغاربه وعرب، هذه كما تنقولوا شريف وتكليف في نفس الوقت، لانها مسؤوليه انني نرفع من النيفو، وانني ان شاء الله نكون قد المسؤوليه. من بعد دار نيكلبيا كاين البوم زكريا الغفوري 2020، هذا البوم زكريا 2020 مكون 6 الاغاني، صدرت الاغنيه الاولى دار نيكلبي، الاغنيه الثانيه بالعنوان ديالها تغيب وتبان، اول مره نقولها عندكم هنا، اغنيه سنتيمونتال سجلتها في الديار البلجيكيه، غتكون 6 ديال الاغاني فيها الراي، فيها سنتيمونتال، فيها كل شيء. نتمنى ان شاء الله تروحكم، وتحيه خاصه وكبيره للكور الصحفي ديالكم. هذيك المشكل ماشي سرقه اغنيه، تارونجا هذيك الكلمه، هذيك الاغنيه ديال لا تكبر الشال اللي ما عنده قيمه، كانت مخوده من انا بالنسبه لي انا تراث مغربي، ومن قلبت عن طريق التراث المغربي. من بعد اكتشفت بان هذه الجمله ديال لا تكبر الشال اللي ما عنده قيمه يحسب راسه فلان،
كنت استعملت سنه 2011 من طرف مرض القصره وما كاينش في يوتيوب. انا تفاجات ملي وقعت لي ريكلاماسيون في يوتيوب. تلاقينا انا والفنان مرض القصراوي، لقينا ان ارونجمون، رجعت الاغنيه في اقل من 24 ساعه، وهذه الانواع كيوقعوا بزاف ديال الفنانين، والحمد لله الاغنيه رجعت ومازال غادا بالنجاح. انا بعيد كل بعد على هذا الشيء، بعيد على الصداع والمشاكل. انا ما كرهتش والله، ما كرهتش قسما بالله، انا مفتوح لكاع لي بروبوزيسيون اللي جا عندي ندارس الفكره، وان شاء الله تكون ما يكون غير الخير. الله يحفظكم. شكرا. التكريم جميل، وكنشكر فيستيفال ارت كازا على التكريم، وهذا الشيء ما كيدير في المسيره ديالي الا الخير والا الحاجه الزوينه. وان شاء الله يكون جوائز وجوائز ان شاء الله من القدام. ان شاء الله كاينه مفاجاه ان شاء الله، كاينه ان شاء الله. نكون كومبيتون ان شاء الله، ونقدر انني ندخل هذا المجال وندخلو يعني نكون متالق فيه ان شاء الله. كتغير بزاف د الحوايج، مسؤوليه والانسان كينضج وكيكبر. واكيد انا فهمتيني غادي نتمنى لها الخير، وغادي نتمنى لها ان شاء الله تكون هذه الازمه اللي عليها دوز عليها على خير، وان شاء الله تفك المشكل على خير. وهادشي اللي كاين.